تدخل جميل واعتراض أجمل. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة طويلة للأمام، انصري. أيمن أشرف، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية في المساحة الخالية. رومان سايس، كرة طولية إلى الأمام، انصري. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. أيمن أشرف، تلعب الكرة إلى الأمام، يسيطر على الكرة، عدت والتسديد. يلعب كرة طولية، حكيم زياش، رومان سايس، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كرة عرضية، انصري. لم يتعامل معها بشكل جيد. يبحث عن المهاجم، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. الكرة ملعوبة إلى الأمام، أيمن أشرف، كرة طولية إلى الأمام، يبعد الكرة عن المرمى. رومان سايس، تاكلينج رائع. حكيم زياش، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيم زياش ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ وعرضية من جديد. سايس، رومان سايس، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يلعب كرة طويلة، حكيم زياش، كرة في الشباك. تمهل تعني في الكرة، وبعد ذلك أجمل نهاية. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. إبعاد ناجح للكرة،
يلعبها لمنطقة الخطر. طارق حامد أفقد الخصم التركيز التوازن. انصيري حكيم زياش زهير فضال يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. أيمن أشرف كرة طولية ممتازة نحو الهجوم. يلعب كرة طولية إلى الأمام. طارق حامد كرة إلى الأمام. رومان سايس خسر المواجهة أمام خصمه. كرة طولية مباشرة للأمام. فرصة خطيرة. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة تمر بسلام على المدافعين. كرة للمنطقة الأمامية. كرة طولية إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. يلعبها طولية. طارق حامد يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. نصيري يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. رومان سايس حكيم زياش تغيير لاعب على الأجناب. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. يلعبها طويلة. ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم. زهير فضال تمريرة طولية إلى الأمام. أيمن أشرف الكرة ملعوبة من مسافة. محمد صلاح كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ خلص الكرة ونجح في إبعادها. فاتت ومرت وصلت إليه. نقل كرة إلى تسديدة من أول لمسة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. عامر وردة ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة، تصدي رائع جدا من الحارس. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. كرة إلى الأمام. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. حجازي يرسل كرة إلى الأمام. تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. كرة طويلة للأمام. طارق حامد محمد صلاح
محمد صلاح عدى من جهة اليمين ينتظر مساندة أكبر، يحاول أن يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، لديه فرصة عرضية من الجانب، تريزيجيه تحرك جميل لكن التسديدة لم تكن بالدقة المطلوبة. كرة طولية في اتجاه النصيري، يلعب الكرة إلى الأمام، الكرة للأمام، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، يلعبها إلى الأمام. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، يمر يلعب كرة بينية، انصري، الله على هذا التألق لحارس رائع. انصري قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا، حكيمي، كرة عرضية، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. حكيم زياش، تحكم مذهل بالكرة، انصري في أفضل مكان لكن النهاية لم تكن ناجحة. يلعبوها للأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. كرة طولية إلى الأمام، أيمن أشرف، أيمن أشرف يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام، وحاول للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. نصيري في موقع جيد لاستغلال المساحة، المسافة وأيضا مرتدة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تمريرة طولية إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار، كرة عرضية، يبعدونها، رومان سايس، يمر، أيمن أشرف، تلعب الكرة إلى الأمام، محمد صلاح يلعب كرة بينية، يبعد الكرة عن المرمى، حكيمي، والآن الكرة ملعوبة للأمام، أيمن أشرف يلعبها لمنطقة الخطر، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، يلعب كرة طولية إلى الأمام، ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا،
يبحث عن المهاجم، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام، كرة طولية إلى الأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ حكيم زياش، وان تو جميل، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. زهير فضال يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. محمد صلاح، قد تكون هذه فرصته. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. أيمن أشرف يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. الكرة ملعوبة من مسافة. الله على الكرة، جميلة. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. موجود لإبعاد الكرة. كرة طولية إلى الأمام. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. لمسة بيني وردة، كرة باتجاه المرمى. الله مارك ينجح في التسجيل. لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. بهذا الهدف، بهذا التعادل، تعود المباراة إلى نقطة البداية. يتعثر ويفقد توازن. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة إلى الأمام. كرة كانت في منتهى الخطورة، لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى خطورة كانت كبيرة، لكن ينجح في منعها. كرة طولية إلى الأمام. يفقد توازنه. طارق حامد يحاول تمريرها من بين المدافعين. حكيم زياش إلى الأمام بسرعة، يبعد الكرة إلى بر الأمان. تنطلق صافرة نهاية ونهاية الشوط الأول. نستأنف المواعيد مع الشوط، ربما يكون حاسم. لا توجد أي تغييرات حتى الآن في مباراة اليوم. حكيمي يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. حكيم زياش، رومان سايس، حكيم زياش. الله، من أين لك هذا؟
من أين أتيت بكل هذا؟ ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. عمرو وردة. وردة. تمريرة بينية. تصل الكرة إلى الحارس مباشرة. يلعبها لمنطقة الخطر. طارق حامد. حكيمي. طولية مباشرة للأمام. رومان سايس. حكيمي. حكيمي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم محمود تريزيجيه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. زهير فضال. كرة طولية إلى الأمام. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تلعب الكرة إلى الأمام. تصرف بشكل جيد. نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. تمريرة قوية أكثر من اللازم. خلص الكرة. طارق حامد. تلعب الكرة إلى الأمام. حكيم زياش. يلعب كرة بينية. محمود تريزيجيه. يلعب كرة طولية. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يلعبها طولية. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. رومان سايس يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. زياش يمر ويلعب كرة بينية. يلعب العرضية. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة. يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. أيمن أشرف. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. نصيري في موقع جيد لاستغلال المساحة. المسافة وأيضا مرتدة. تدخل جميل واعتراض أجمل.
يلعب كرة طولية. يلعب الكرة إلى الأمام. يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. حجازي، كرة طويلة للأمام. يوسف نصيري، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة طولية إلى الأمام. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يرسل كرة إلى الأمام. نجحوا في تخليص كل الكرات. يلعبها إلى الأمام. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يلعب كرة طولية. رومان سايس، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طولية إلى الأمام. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. تلعب الكرة إلى الأمام. يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. يتعثر ويفقد توازنه. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. أظن أن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. الكرة للأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يحاول يسدد. حكيم زياش، كرة طويلة إلى الأمام. كرة ما فيها تسلل. ينجح في لعب كرة عرضية. سايس يفقد توازنه. حكيمي، رومان سايس، رومان سايس يلعبها للجانب. حكيم زياش أمام فرصة للتسجيل. والعرضية انصري. الله على الهدف المغربي. الله، عودة للتقدم من جديد. عرضية جميلة، رأسية أجمل. المغرب متقدم بفارق هدف الآن. بينية تمر. محمد صلاح،
كرة للمنطقة الأمامية، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، طارق حامد يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة طويلة بعيدة جدا، يلعب كرة بينية طويلة. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، لمسة بينية، الله يا ولد شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. اعتبرها الحكم محاولة تمثيل، رائع الحكم، رائع الحكم في اتخاذه لهذا القرار. تحايل يجب أن يتم التعامل معه بحدة لكي لا نراه كثيرا. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، عمرو وردة، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. لمسة إلى الهجوم، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب كرة طويلة، يبعد الكرة عن المرمى، كرة طويلة للأمام، مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. كرة طولية من الحارس، يستعيد الكرة سريعا، كرة إلى الأمام. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة طولية إلى الأمام، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، محاولة للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. يلعبها أرضية، كرة طولية مباشرة للأمام، رومان سايس، زهير فضال، يلعبها طولية، يلعب الكرة إلى الأمام، الكرة ملعوبة إلى الأمام، انصيري، تمريرة بينية، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. تغيير لاعب على الأجناب، يوسف النصيري يلعب كرة على اليسار، محمد صلاح في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، أفقد الخصم التركيز التوازن. محمد صلاح تحكم مذهل بالكرة، كرة من جهة اليمين، يلعب عرضية داخل 18، كرة مقطوعة بامتياز، كرة اجتازت الخط حاولت إلى رمي التماس. حجازي، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟
حامد يلعب كرة طولية إلى الأمام. يرسل كرة إلى الأمام. وصلت إليه. مرت الكرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. رومان سايس يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. عرضية داخل منطقة الجزاء. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب كرة على اليسار. كرة ممتازة، فرصة للتسديد مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. محمد صلاح في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. طارق حامد. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. أبعدوها. خسر المواجهة أمام خصمه. محمد صلاح. عامر وردب. النصيري يحاول استغلال مساحة إذا وصلت إليه الكرة. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. أداء كبير جدا في مباراة اليوم لكن بدون انتصار، بدون نتيجة. اللاعبين عندهم خيبة أمل لأنهم على الأقل كانوا يستحقوا النقطة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه. بالتأكيد ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. وركلة البداية.